ويباح في طرن بمرض مضر وفي سفر قصر ولخوف هلاك. في هذا الفصل هنا يبين المصنف مبيحات الفطر ترك الصوم متى يجوز. فإذن المكلف يجب عليه الصوم، لكن في بعض الأحيان يجوز له الفطر. متى يجوز؟ هذا الذي يبين. يباح في الطرن في صوم واجب، في صوم واجب، لم يذكر في صوم رمضان، بل هذا الحكم شامل لجميع أنواع الصوم الواجب. الصوم الواجب صوم رمضان أو صوم نذر أو صوم كفارة وهكذا. فإذا رجل مثلا نذر أن يصوم يوما من الأيام، مثلا يوم الاثنين أو هكذا، يعني أو عاشوراء فهكذا نذر، لكن في ذلك اليوم صار مريضا أو كان في سفر أو يعني هو خاف هلاكا، يجوز له الفطر هكذا. يباح فطرا بمرض مضر، أي ضرر، ضررا يبيح التيمم. كان خشي من الصوم بطء برء، هذا مما يبيح التيمم، خوفه بطء برء مرضه، وهذا هنا أيضا مبيح للفطر. ثم ممكن وهذا الرجل تعدى بسبب هذا الضرر، لو كان هكذا أيضا يباح له الفطر، لكن ينبغي أن يكون الفطر بنية الترخص، يأخذ الرخصة، ينبغي أن لا يكون بعناد للشرع أو لجحود للوجوب أو للاستهزاء بالصوم، ينبغي أن لا يكون هكذا، بل بنية الرخصة. ثم وذكر يعني ما يبيح التيمم، فإذا ليس له مرض، بل هو يخاف هجوم مرض، يعني طرو مرض، هل يجوز له الفطر؟ نعم. زاد في اللعاب وألحق بخوف، خوف زيادة المرض، خوف هجوم علة، ألحق بخوف زيادة المرض، خوف هجوم علة. فإذا رجل هو صحيح، لكن لو هو يخاف لو صام أي يهجم مرض عليه، أي يطرأ عليه مرض، وهذا أيضا مبيح التيمم. نعم. وهذا الخوف كيف يكون؟ إما بتجربته أو يعني بإخبار خبير، طبيب خبير وهكذا. ثم هو مصنف قال يباح فطر في صوم واجب بمرض مضر، هل هذا مبيح فقط أو يعني موجب؟ الذي ذكر ابن حجر رحمه الله في التحفة أن هذا موجب، لكن الإباحة عند هذا الضرر قول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري والخطيب الشربيني والجمال الرملي وأمثاله. اعتمد ابن حجر في كتبه أنه متى خاف مبيح تيمم لزمه الفطر هكذا. فإذن المصنف يعني فتح المعين ممكن هو
جمع بين هذه الأمور الثلاثة مرض مضر سفر قصر خوف الهلاك. فإذا في سفر القصر يباح فقط عند خوف الهلاك يجب وهنا أيضا يجب. فإذا بسبب الجمع ممكن هو عبر بالإباحة فهذه الإباحة بمعنى عدم الامتناع. فإذا يصدق بما ذكر ابن حجر رحمه الله أيضا. فإذا بمرض مضر ضررا يبيح التيمم. أما احترز بهذا القيد كما ذكر في الأنوار ولا أثر للمرض اليسير كصداع ووجع الأذن والسن إلا أن يخاف الزيادة بالصوم فيفطر. فإذا عند ابن حجر رحمه الله يباح بأقل من هذا يعني بمرض لم يضر ضررا يبيح التيمم لو كان بهذا القدر يجب عنده. فإذا الإباحة قبله أيضا يمكن بأن لا تتحمل عادة هذه المشقة أو هذا الضرر لا يتحمل عادة يكفي هذا القدر. ثم وفي سفر قصر دون قصير يباح الفطر في سفر قصر يعني يسافر مسافة قصر ودون قصير قصير يعني سفر لا يجوز به قصر الصلاة وسفر معسية يعتبرنا لا قصير. فإذا لا يجوز لا يباح الفطر في سفر معسية. ثم وصوم المسافر بلا ضرر أحب من الفطر. ثم المسافر يجوز له الفطر لو كان سفر قصر. فإذا في هذه الحالة لو لم يكن ضرر يعني ليس له مشقة بهذا السفر لا يلحقه مشقة بالسفر يعني في الصوم. فإذا لو صام في السفر مسافرا يصوم لأنه ليس له لا يلحق بالصوم ضرر فهو أولى من الفطر. لو كان يلحقه ضرر بالصوم فالفطر أفضل هكذا هم فصلوا. نعم ولخوف هلاك كذلك يباح فطر لخوف هلاك بالصوم لكان الموت مما من عطش أو جوع. هلاك بالصوم مما هذا الهلاك يعني من عطش الصوم أو جوع الصوم. هذا من عطش أو جوع هو بدل اشتمال من الصوم. فإذا يكون معناه هلاك خوف هلاك بعطش الصوم أو جوعه. وإن كان صحيحا مقيما فهذا رجل كان صحيحا ليس له أي مرض بل هو صام بسبب هذا الصوم له يعني جوع شديد أصابه جوع شديد أو يعني عطش شديد يخاف الهلاك أو يعني ليس بمسافر بل هو مقيم مع ذلك يجوز له. وهنا أيضا يجب عبارة النهاية ومغني فإن غلبه الجوع أو العطش حكم المريض أي إن كان ذلك بحيث يخاف منه مبيح تيمم. نعم ثم وأفتى الأذرعي رحمه الله بأنه يلزم الحصادين أي ونحوهم تبييت النية كل ليلة ثم من لحقه منهم مشقة شديدة أفطر وإلا فلا. يعني العمالون في النهار
عملا شاقا ماذا يفعل؟ يجب عليه ترك الصوم. ترك الصوم يعني ترك النية حتى ترك النية صوم. هذا الإباحة فيما مضى بذلك المعنى. يباح فطر يعني هو لا ينوي الصوم أصلا، أو هو صام يعني في هذه الليلة الثالثة ولخوف هلاكين، هذا هو صائم بالفعل، ثم أثناء الصوم هو خاف هلاكا يقطع يعني الصوم يترك الصوم. فإذا يباح فطر فيه دخل ترك الصوم من أوله بترك النية، أو ترك الصوم في أثنائه بقطعه بارتكاب مفطر. إذن هؤلاء الحصادين الذين يعملون بعمل الحصاد والزراعة، يكون هناك حرارة شديدة، عمل شاق طول النهار، لو عمل ممكن يتعب. فإذا ماذا يفعل؟ هل يترك الصوم من نصله بترك النية، أو ينوي ثم لو لحقه مشقة يترك؟ نعم هذا هو. يلزم الحسادين، ليس الحسادين فقط، بل في قول الأذرعي في فتوى الأذرعي أمر الحسادين فقط، ومثلهم غيرهم أيضا ونحوهم. من هو نحوهم؟ من سائر أرباب الصنائع الشاقة، هكذا كتب الكردي، أرباب الصنائع الشاقة. يجب عليهم تبييت النية كل ليلة، كل ليلة ينوي الصوم، ثم من لحقه منهم مشقة شديدة أفطر وإلا فلا. مشقة شديدة معناه لا يحتمل عادة. أو يعني مبيح التيمم، عندئذ يفطر يعني يترك صوما وإلا لا يفطر. نعم. لماذا؟ كل ليلة ممكن هو في اليوم الأول والثاني والثالث هكذا أصاب مشقة شديدة، لذلك في اليوم الرابع هل يترك النية؟ لا يترك النية. لماذا؟ لا يلزم من لحوق المشقة الشديدة في يوم أن يلحقه في يوم آخر، لأجل ذلك كل يوم يبيت النية ثم بعد ذلك لو لحقه يترك.